السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي الحلوين؟ هنكمل مع بعض المنهج بتاعنا. طبعا انا بادئه بالقصه اول علشان القصه حاجه جديده عليكم. ما كنتش بتاخدوا حاجه ما كنتوش بتاخدوا في ابتدائي حاجه اسمها قصه، وفجاه بداتوا بتاخدوا في اعدادي. فانا بوريكم قد ايه ان حاجه زي القصه دي حاجه جديده، بس هي سهله الحمد لله. عشان كده انا بدات بيها في بدايه شرحي معاكم في القناه بتاعتي. واول حاجه بدات معاكم في القناه هي منهج القصه، دي النقطة الأولى عايزة أتكلم فيها. النقطة التانية عايزاكم تشجعوا إن القناة تستمر بإنكم تشتركوا فيها، وبتعملوا لايك على الفيديو ده، وبتعملوا لايك على الفيديو اللي فات، وبتفعلوا القناة علشان يوصلكم كل جديد الجرس بتاعها. طيب هنكمل بإذن الله موضوع القصة اللي بدأنا فيه. قلنا إحنا بنتكلم على قصة اسمها The Old Man and the Sea، وقلنا إن الكاتب بتاعنا اسمه إرنست هيمينجواي. طبعا في كتير سألني على الكتاب اللي بستخدمه، وانا بقول ان انا بستخدم كتاب المعاصر لان الوانه حلوه ومنهج بتاعه بيبقى مبسط وجميل وبيلفت الانتباه كده، يخلي نفسنا مفتوحه واحنا بنذاكر فيه. ده عشان اللي عايز يتابع معايا في الكتاب زيي. طيب انا عندي هنا اسئله عن الكاتب. طبعا كلنا نفسنا ندخل على القصه ونشوف القصه بقى محتواها ايه، ونبدا نقراها ونشوف مع بعض فيها. بس في حاجات مهمه لازم ابدا فيها الاول، هي ايه؟ لازم اعرف الكاتب هو مين زي ما عرفنا عنه المرة اللي فاتت. تعالوا بقى المرة دي هنشوف أسئلة عن الكاتب، ودي أسئلة مهمة جدا، ولو ما جاتش هي في الامتحان بيجي نفس المحتوى أو نفس الإجابات اللي موجودة فيها. هنشوف مع بعض إزاي. أول سؤال عندي بيقول لي إيه؟ بيقول لي هو، أهو، هو روت the old man and the sea. يعني إيه؟ هو ده أداة استفهام معناها من، وبتسأل عن فاعل عاقل، يعني شخص أو بني آدم عاقل. مين؟ روت كتب، طبعا روت دي فعل ماضي لأن قلت كتب يعني حاجة حصلت من زمان. الماضي من إيه؟ من رايت، من الفعل رايت. هو روت، من كتب، the old man and the sea، وما بين علامتين تنصيص لأن ده اسم قصة، خلاص، وكويتشم مارك في الاخر. الاجابه طبعا مين اللي احنا قاعدين نقول على طول على اسمه؟ ارنست هيمينجواي. ممكن اقف لغايه هنا واقول كفايه، بس دي يبقى دي اجابتي، مش لازم اكمل، عشان كده انا حاطه تحتها خط احمر. تمام، ده اول سؤال. طب تاني سؤال، هو از ارنست هيمينجواي؟ طبعا قلنا هو دي بتسال عن فاعل عاقل. مين؟ هو از ارنست هيمينجواي؟ هو مين ده هيمينجواي؟ قال لي هي از، هو يكون. طبعا ارنست هيمنجواي دي اخدتها كده، قلت لها احط بدالك ضمير عشان اجاوب على السؤال، يبقى لازم اجاوب بضمير، قمت قايله بدالها هي. عندي از هكتبها زي ما هي از. هبدا اقول بقى هو بيعتبر مين؟ وان، واحد اوف ذا جريتست، من افضل او من اعظم امريكان اوثرز، واحد من اعظم الكتاب الامريكيين. طيب ممكن اوقف لغايه هنا؟ ممكن اوقف وما اكملش، هي دي الإجابة بس وخلاص. طيب ليه أنا قلت one of the greatest؟ فاكرين لما كنا أخدنا قبل كده أما أجي أقول الصفة، لإما أقول الصفة بس، الصفة بس، لإما بقول the وبعدين صفة، وبحط في الصفة دي est، خلاص، ذا وصفة و est دي لما كنت بعمل تفضيل، تفضيل يعني بقول ده ده أكبر الفيل، الفيل هو أضخم الحيوانات، the elephant is the biggest animal. يبقى ذا وبعدين صفة وبعدين est، يبقى ده بالنسبة لأي حاجة زيه بالظبط، هو أحسن حاجة، هو أكبر حاجة. فهنا بقول إيه؟ one of the greatest، واحد من أعظم الكتاب الأمريكان، خلاص. طيب نيجي للسؤال اللي بعده، where دي أداة استفهام بتسأل عن مكان، معناها أين، where and when، متى. يبقى أنا عندي سؤال هنا عبارة عن شقين، بيسأل عن سؤالين في سؤال واحد، where أين ومتى. was Hemingway born، اتولد. فطبعا هقوم قايله له ايه؟ لازم اجاوب له على المكان والزمان.
قلت له he was born الإجابة. طب ليه أنا قلت هنا إيه؟ برضو جبت هيمنجواي، جبت بدلها هي ضمير، هي معنى هو، ووز أهي في السؤال أهي بعد أداة الاستفهام. أنا عندي هنا أداتين استفهام لأن السؤال هنا بيسأل عن سؤالين، وير وهوين. بعدها بعد أداة الاستفهام جالي فعل مساعد اللي هو ووز، نزلته زي ما هو. He was born in America، في أمريكا. in في سنة كام؟ ها 18 99. طب ممكن أقولها بطريقة تانية أسهل لي في الحفظ، أقول 1899 1899. خلاص نيجي بعد كده لسؤال تاني، which prizes did he win؟ which دي بتسأل عن شيء غير عاقل، أي الجوائز did he win؟ did هنا عشان تعرفني إن السؤال في زمن الماضي وبيجي بعدها الفعل في المصدر، لكن لما أجي أجاوب هخلي الفعل في زمن الماضي تاني. did he win for his books؟ أخد جوائز على كتبه إيه؟ he won، خليت ال win هنا، قلت لها شكرا يا ديد ان خلتيني اعرف ان انا اكتب في زمن الماضي اجابتي، وقمت قايله وان خلاص شكرا تعالي لي هنا بقى، بقيت وون زمن الماضي. ذا بليتزر اند ذا نوبل برايز، يبقى هو اخد الجايزتين دول. طيب نيجي بعد كده ليه، وات ديد هي دو، ايه اللي هو عمله ان ايطالي، في ايطاليا. هي كان بيعمل ايه؟ هي دروف، انا عندي ديد، يبقى الفعل بتاعي اللي انا هقوله كان دو بيعمله هخليه في الماضي برضو. دروف يقود اللي هي الماضي من درايف، ان امبيلانس سياره اسعاف. ممكن اقف لغايه هنا او ممكن اقف، مش لازم اكمل التاريخ. طيب بعد كده which of his books، اي من كتبه won the بوليتزر برايز، اي من كتبه ايه فاز بجائزه البوليتزر دي. قال لي ذا اولد مان اند ذا سي، ان القصه اللي معانا دي هي دي اللي فاز بيها بالجائزه بتاعته دي بالتازر دي. طيب وين ديد، متى ديد هيمينجواي وين ذا نوبل برايز، متى فاز بجائزه النوبل. طبعا دي بيسال متى، يبقى على طول تاريخ زمن، عايزه زمن اقوله له. قلت له ان، اخد حرف الجر ان، قلت له ايه 1954. When did، آخر سؤال، when did Hemingway die، مات توفي، قلت له in 1961. دي أسئلة على شخصية الكاتب نفسه خلصناها. ممكن يجي لي أي سؤال في الامتحان نفس الإجابات اللي موجودة هنا، هي هيبقى محتاجها مع الوقت ومع المراجعات ان شاء الله. نعيشنا وكلنا عمر هنعرف ان شاء الله ان الاجابات دي هتتكرر معانا. عايزين طبعا ندخل على القصه، بس احنا فاضل لنا جزئيه كمان صغيره، هي جزئيه اللي انا نبدا نتكلم عن شخصيات القصه، الشخصيتين الاساسيين طبعا فيها والمكان، وبعدها ان شاء الله في الفيديو الجاي باذن الله، والفيديو اللي بعده هنبدا في القصه ان شاء الله بدون مقاطعه، نبدا في القصه عشان نخلص الفصل الاول فيها بالخير باذن الله، وبعدها ندخل في دروس المنهج الكتاب الأساسي بتاعنا، ناخد برضو واحدة في أولى وهكذا إن شاء الله، ناخد واحدة من القصة أو فصل من القصة مع فصل من المنهج نفسه الأساسي إن ربنا أراد إن شاء الله وأشاء. ما تنسوش لايك واشتراك في القناة وإعجاب بالفيديو ده والفيديو اللي فات بإذن الله. مع السلامة.